السيد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، السادة والسيدات أعضاء هذا المجلس الموقر، السيد رئيس الجمهورية الأسبق، السيد رئيس الحكومة والسادة والسيدات أعضاؤها، السادة رؤساء الحكومة السابقين، السادة رؤساء الهيئات الدستورية، السادة والسيدات ممثلي الهيئات الوطنية والأحزاب السياسية، أصحاب السعادة، سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية المعتمدة بتونس، سماحة مفتي الجمهورية، السيد كبير الأحبار بتونس، السيد رئيس الأساقفة بتونس، السادة والسيدات الضيوف الكرام من المغرب ومن كل أشقائنا وأصدقائنا في العالم، يا أبناء شعب تونس العظيم، داخل حدود هذا الوطن وفي كل أنحاء العالم، أنا ما يعيشه التونسيون والتونسيات اليوم أذهل العالم بأسره، لأن الشعب استنبط طرقا جديدة فاحترام كامل للشرعية لم يسبقه إليها أحد، هو ارتفاع شاهق غير مسبوق في التاريخ، بل هي ثورة حقيقية بمفهوم جديد، لأن الثورات تقوم كما هو مألوف ضد الشرعية، ولكن ما حصل في تونس هو ثورة حقيقية بأدوات الشرعية ذاتها، ثم هي ثورة ثقافية غير مسبوقة أيضا، والثورات الثقافية ليست كتبا تنشر أو مناشير توزع، بل هي وعي جديد، أو هي وعي يتفجر بعد سكون ظاهر وانتظار طويل، هي لحظة تاريخية يتغير فيها مسار التاريخ بوعي الشعب بأنه قادر على تغيير مساره في الاتجاه الذي يريد. استعصى على الكثيرين في تونس بل في العالم بأسره فهم هذه اللحظة التاريخية، ولا شك أنهم سيدرسون بل بدأوا يدرسون المثال التونسي في مؤسسات البحوث والدراسات، كما لا شك كذلك أنهم سيراجعون عديد المفاهيم التي استقرت في الفكر السياسي منذ عشرات العقود. لا يمكن من هذا المكان بل في كل مكان ألا التوجه إلى كل التونسيين والتونسيات، رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً، شباباً وكهولاً، في تونس وفي كل أصقاع العالم، بأسمى آيات الشكر على ما بذلوه من جهود مضنية في المدن وفي القرى، في الأرياف وفي الجبال وفي السهول، تحت أشعة الشمس الحارقة وتحت الأمطار المتهاطلة، على ظهور الدواب وعلى الأقدام، لأنهم الأقر العزم على المضي قدما في صنع تاريخ جديد،
بل هم آثروا الموت من أجل الحياة، آثروا الحرية والكرامة، ولن يرضوا عنهما بديلا. شكرا أيضا لمن أراد اختيار طريق أخرى وانتخبه بكل حرية، من ارتأى اختياره. شكرا لا يرتقي وصف إلى صفته، إلى أبناء هذا الوطن العزيز الذي أذهل العالم بما استنبطه من أدوات غير تقليدية، انطلاقا من إيمانه العميق بمواصلة شق الطريق التي بدأ في شقها في شهر ديسمبر من سنة 2010. أن الجميع هنا يحمل أمانة، كل من موقعه، والأمانة أمانات، أمانة الاستجابة لأبناء هذا الشعب في الحرية وفي الكرامة. فقد طال الانتظار، ولا حق لأحد في أن يخيب أماله. شعبنا يريد أن يعبر الجسر، بل هو بدأ العبور فوق هذا الجسر الذي شيده بدمه وعرقه، من اليأس إلى الأمل، من ضفة الإحباط إلى ضفة البناء والعمل. لم يكتفي الشعب التونسي في هذه الأيام الخالدة بدولة القانون، بل تحول إلى مجتمع القانون. الكل حريص على فرض احترامه، حتى الأطفال في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي. أن الأمانة أيضاً التي لا شك بأن الجميع يشعر بثقل أوزارها، هي الحفاظ على الدولة التونسية. الكل سيمر ويمضي، والدولة هي التي يجب أن تستمر وتبقى. الدولة التونسية بكل مرافقها هي دولة التونسيين والتونسيات على قدم المساواة، وأول المبادئ التي تقوم عليها هي المرافق العمومية التي تقوم عليها المرافق العمومية. أول المبادئ هو الحياد. الكل حر في قناعاته واختياراته، ولكن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة. فمثل هذه الحسابات هي كالحشرات في الثمار، مآلها التعفن قبل السقوط، وليس أخطر على الدول والمجتمعات من تآكلها من الداخل. أن الأمانة أيضاً هي الحفاظ على مكتسبات المجموعة الوطنية وثرواتها. كل واحد من أبناء هذا الوطن العزيز يجب أن يكون قدوة، ولا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء هذا الشعب العظيم. وليستحضر الجميع في كل آن وحين شهداء الثورة وجرحاها، وكل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداء لهذا الوطن. وما زال العلم المفدى عند ذويهم مخضبا بدمائهم الطاهرة الزكية.
لقد آثروا الموت على أن يعيشوا حياة الظلم والهوان، آثروا الموت لوضع حد لإهدار المال العام وشبكات الفساد. ومن الأمانات وليست أقلها الوقوف متحدين في مواجهة الإرهاب والقضاء على كل أسبابه. أن رصاصة واحدة من إرهابي ستقابل بوابل من الرصاص الذي لا يحده عد ولا أحصاء. وتحية متجددة لقواتنا المسلحة العسكرية ولقوات الأمن الداخلي وللديوانة الذين يواجهون بالحديد والنار الإرهاب وكل أنواع الجريمة، وارتفعت أرواح العديد منهم إلى الرفيق الأعلى في السماوات العلى. لا يتسع المقام هنا للحديث عن الأمانات كلها، فشعبنا أمانة ودولتنا أمانة وأمننا أمانة وأنات الفقراء والبؤساء أمانة. بل إن ابتسامة رضيعاً في المهد أمانة، فلنحمل هذه الأمانات كلها بنفس الصدق والعزم، وما ذلك علينا بكثير. السيدات والسادة، أيها الملأ الكريم من تونس وخارج تونس ومن ضيوفها، ليس هناك ما يدعو إلى توجيه رسائل، لأنه تم توجيهها من منابر عدة وكانت مضمونة الوصول، إلا لمن أراد عدم تسلمها بل أعرض عن السمع أو أراد تشويه الفحوى والمضمون. ليكن الجميع واثقاً أنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون. وليكن الجميع على يقين أن الحرية التي دفع شعبنا ثمنها غالياً من أجل الوصول إليها وممارستها في إطار الشرعية، لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أي ذريعة أو تحت أي مسمى. ومن كان يهز الحنين للعودة إلى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد مجرى التاريخ. ولتطمئن القلوب أيضا في هذا السياق أنه لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوج المرأة إلى مزيد دعم حقوقها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، فهي تكابد
في البيوت وفي المعامل وفي المكاتب وفي الحقول. وكرامة الوطن هي من كرامة مواطنيه ومواطناته على السواء. أن شعبنا العظيم الذي يتطلع إلى الحرية يتطلع بنفس القوة والعزم إلى العدل، فقد ضاقت الصدور من الظلم والحيف في كل المجالات، بل إن الأطفال صاروا ينتحرون أو يفكرون في الانتحار. آن الأوان لتصور سبل جديدة لتحقيق آمال شعبنا في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. كما ليس هناك من شك على الإطلاق بأن المنظمات الوطنية يمكن أن تكون قوة اقتراح، فوطنية أعضائها لا يشوبها ريب، وقدرتهم على تقديم الحلول وفتح آفاق جديدة أشد وأقوى لتجاوز كل الأزمات. أن شعبنا العظيم يوجه إلى الجميع اليوم رسالة واضحة مفادها أنه يريد المساهمة في تخطي كل الحواجز، لأن من افتدى الوطن بالدم مستعد لأن يفتديه بالعمل والمال. فقد أعلن الكثيرون في تونس وخارج تونس عن إرادتهم للتبرع كل شهر بيوم عمل لمدة 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة وحتى نتخلص من التداين والقروض. فالتونسيون والتونسيات في حاجة فقط إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين، فليساهم الجميع في هذه العلاقة التي افتقدوها منذ زمن بعيد. أن آمالهم كبيرة وحقوقهم مشروعة، وليس لأحد الحق في أن يتجاهلها أو يتناساها. ومن الرسائل التي أتجه توجيهها في هذا الموقف ومن هذا المكان، بالرغم من أنه ليس هناك ما يدعو إلى إرسالها إثر كل انتخابات، لأن تونس دولة مستمرة بمؤسساتها لا بالأشخاص الذين يتولون إدارتها. هو أن الدولة التونسية ملتزمة بكل معاهداتها الدولية، وأن كان من حقها أن تطالب بتطويرها في الاتجاه الذي يراعي مصالح شعبنا ومصالح كل الأطراف. وأهم من المعاهدات المكتوبة
والبنود والفصول، هو التفاهم بين الأمم والشعوب من أجل الإنسانية جمعاء. ولا حاجة للتأكيد مجدداً على أن امتداداً الطبيعي هو مع شقائنا في المغرب العربي وفي أفريقيا وفي الوطن العربي ومع أصدقائنا شمال المتوسط ومع كل من يقاسم شعبنا طموحاته وآماله في كل مكان. وستبقى تونس منتصرة لكل القضايا العادلة، وأولها قضية شعبنا في فلسطين. والحق الفلسطيني لن يسقط كما يتوهم الكثيرون بالتقادم، لأن فلسطين ليست قطعة أرض مرسمة في سجلات الملكية العقارية، بل ستبقى في وجدان كل أحرار تونس وحرائرها منقوشة في صدورهم. وما هو منقوش في الصدور لن تقدر على فسخه القوة أو الصفقات. ليس هذا الموقف موقفاً ضد اليهود على الإطلاق، فقد حميناهم في تونس حينما كانوا ملاحقين وسنحميهم، بل هو موقف ضد الاحتلال وضد العنصرية، وآن الأوان للإنسانية جمعاء أن تضع حداً لهذه المظلمة التي تتواصل لأكثر من قرن. أننا نتطلع إلى عالم جديد وإلى المساهمة في صناعة تاريخ جديد يغلب فيه البعد الإنساني على سائر الأبعاد الأخرى. أيتها السيدات، أيها السادة، يا شعبنا العظيم في كل مكان، الكل يعلم أن التحديات كبيرة والمسؤوليات جسيمة، ولكن إرادة شعبنا العظيم وإصراره على رفعها وتخطيها هي التي ستذلل كل العقبات. والمسؤولية الأولى لرئيس الدولة هو أن يكون دائماً رمزاً لوحدتها، ضامناً لاستقلاليتها والاستمراريتها، وساهراً على احترام دستورها. عليه أن يكون جامعاً للجميع، وعليه أن يعلو فوق كل الصراعات الظرفية والضيقة. ولا فضل لأحد على أحد إلا بحب هذا الوطن العزيز والاستجابة لمطالب شعبنا، حتى نسلم الراية الوطنية إلى أجيال سوف تأتي من بعدنا لترفعها أعلى وأعلى
تحت كل سماء، ولنجلس معا في مقعد صدق في هذه الحياة الدنيا، لنجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.